مركز التطوعي لتنمية الطفولة المبكرة مبادرة مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، وده جه في إطار توجه الوزارة لاستراتيجية جديدة بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز مجتمعية. بدأنا بدعم من مؤسسة H&M في تأهيل هذه المواقع وبناء قدراتها لتقديم برنامج لتنمية الطفولة المبكرة، برنامج في شكل متكامل. عمليات التأهيل والتجهيز بدأت ل 25 حضانة تستقبل أطفال من سن 2 لـ4 سنوات، وكذلك عمل حملات توعية للأهالي الموجودين في المناطق اللي بتخدمها هذه المراكز. كمان عندنا علشان نضمن عملية المساواة، لأنه الأطفال في هذه المراكز بيدفعوا قيمة بسيطة للاشتراك، في 10% من الطاقة الاستيعابية بتاعت المكان مخصصة لغير القادرين على دفع هذا الاشتراك. وإحنا كجمعية عاملين بروتوكول مع اليونيسف للدعم الفني لصف العمل وأولياء الأمور في المشروع، بداية من اختيار الصف اللي بيشتغل في مراكز تنمية الطفولة المبكرة وتدريبهم. تدريبهم بيحصل على مستويات متعددة، منها تدريبات مركزية ومنها تدريبات ميدانية في مكان العمل. احنا بدينا فتحنا الحضانة بطلاقة إجمالية 33 طفل، وكان في قائمة انتظار عندي، وبعد كده إن شاء الله يعني عملنا حملات توعية على أساس نعرف الناس إيه دور الحضانة وإيه اللي هتعمله للأطفال. احنا كإدارة مركز الصين الأرضية لازم تبقى أرضية يعني مش صلبة، طفل المرحلة دي أقل حاجة ممكن إيه يوقع. طبعا المكيفات موجودة في القاعة، إنها تبقى قاعة مكيفة وقاعة مجهزة، دورات المياه برضو فيها سخان يستخدم أثناء الشتاء برضو. يعني أي حاجة بنديها للطفل هنا في الحضانة ولي الأمر بيبقى على علم بيها، وبنديه التوجيهات الخاصة والإرشادات علشان خاطر عن طريق الندوات. عمار كان بيتأخر في النوم، بيسحب متأخر، بينام متأخر، لكن دلوقتي في انتظام في المواعيد، وبعد كده تحت لي الفرصة أن أنا بنزل من شغل، ببقى مطمنة لما أودي عمار الحضانة. طفل النهاردة بيتمنى الجمعة والسبت يبقى عنده حضانة، عايز على طول حضانة، وكل ما هيعمل حاجة في الحضانة بيجي يطبقها في البيت، وهو الحتة الحلوة اللي فيه استمراره شتا صيف.